هذا عيد غدا ساكنا في خطر 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 هذا عيد غدا هذا عيد غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم اليوم هنا جينا احنا ابناء جماعة تيزينتاس قيادة تافين قلت عمالة تارودانت، جينا اليوم باش نطلبوا بحقنا هنايا وبغينا غير نعرفوا الحقيقة، علاش حنا ما عندناش الاستفادة، علاش يقسيونا في بلادنا، ماتوا لينا العائلات ديالنا وتربوا لينا الديور ديالنا، وجاو هاد الناس بغاو يقسيونا. كنمشيو عندهم كيقولوا لينا راه انتم في الاول كيقولوا لينا راه اللي عنده البطاقة الوطنية على برا راه ما غاديش يستافد في 2500 درهم. قبلناها وقلنا ماشي مشكل، من بعد قال لك الدار عندك الحق تستافد. من بعد مؤخرا فاش دفعنا الشكايات ما بان لنا والو، فاش جات اللجنة ثاني لعندنا للدوار، جاو العائل المكان قالوا لنا راه ما عندكم الحق تستافدوا واخا عندك الدار هنايا، لان انت راه عندك البطاقة الوطنية ديال برحيل ولا كازا. راه حنا المشكل اللي عندنا في الدار ماشي في البطاقة الوطنية، المشكل عندنا في الدار. حنا كنطلبوا من جلالة الملك نصره الله، كنطلبوا منه يخرج بواحد التصريح يقول لنا الناس اللي عندهم البطاقة الوطنية في شي مدينة راه ما عنده الحق يستافد، رضيناه من فم سيدنا الله ينصرو. هادشي اللي كنتمناو من جلالة الملك، والناس راه تقهروا، راه هادشي كلشي عارفوا تيزينتا السرا معروفة، راه تيزينتا السرا الناس راه البلاصة اللي متضرة في هاد سبعة الأقاليم اللي ضرب الزنزال هي تيزين تاست، ماتوا فيها الشهداء، الناس راه ساكنين غير في الديور ديال التراب، كلشي التراب. باش يجي واحد يبقى يكذبوا علينا راه غايجيكم الكود، غادي غير صبروا، واحد كيقول لك ما غاديش تستافد ما عندك الحق، بغينا احنا نعرفوا الحقيقة. يخرج جلالة الملك الله ينصره بواحد تصريح يقول لنا راه ما عندكم الحق، رضيناها من فم سيدنا الله ينصره. ونقنعوا روسنا ونمشي وراه، الله هو اللي كيرزق. هادشي اللي كان، الله يجازيكم بخير.